صباح الخير، اهلا بيكم في قناه الحياه، واهلا بيكم في عياده الحياه وحلقه جديده من عياده امراض النساء والتوليد. هنتكلم النهارده عن موضوع نتمنى يكون مهم بالنسبه للناس وعلى قد معرفتنا ان هو بيهم الناس كلها، الا وهي الخطوات التحضيريه للحقن المجهري للسيدات. يمكن الحقن المجهري من الحاجات اللي بقت كومن، وبقت الحاجات اللي زمان كنا بنتكسف نقول ان انا هعمل حقن مجهري، وما كناش الامور واعيه بالنسبه لنا. ويمكن الكابل حتى لما بيحمل بالحقن المجهري يمكن ما بيبقاش قايل اللي حواليه، معتبر ان ده شيء نوع من انواع حاجه اللي تقلل من قدره او تقلل من قدر الحمل. وتفاجئ ان السيده حتى لغايه ما لحظت ما ولدت اللي كل الموجودين ما عرفوش انه حقن مجهري، معتبرين ان هذا شيء قد يقلل من قدره قدر الزوجين، ان هم لم يستطيعوا الانجاب بطريقه طبيعيه. طبعا الكلام ده اتغير لحد كبير دلوقتي، ابتدت الامور تبقى اكثر تفتحا واكثر ميولا ان الناس تبقى عارفه. الاول كان بيجي لنا الكابلز لوحدهم، يمكن موضوع سيكريت ما حدش عارف، دلوقتي لا، ممكن تلاقي الكابلز موجودين والاهل موجودين في سواء في العمليه او في الترجيه الاجنه، الامور بتبقى اكثر تفتحا. يمكن من اكثر الاشياء احباطا هو يعني بعد بنعمل عمليه الحقن المجهري ان ما يحصلش حمل، تفاجئ ان الكابلز عندهم كميه من الاحباط ان لم يحدث حمل. يمكن ده الاحباط ده طبعا شيء طبيعي جدا انه لم يحدث حمل، او انها قعدت تبني الامال ان يحصل حمل، ومع نزول البيريد او مع اختبار الحمل السالب فقدت هذه الامال، وابتدى يجي لها نوع من انواع الحزن الشديد والاكتئاب الشديد انه لم يحدث حمل. يمكن برضو احنا الدكاتره لينا عامل في فكره في نتيجه هذا الاكتئاب، لان احنا ساعات كتير قوي حتى نجذب المرضى وحتى نزيد العدد بنفرط في نسب النجاح، وبنكاد نشعر المريضه ان نسب ان الحمل ده شيء مضمون وشيء يعني هي عمليه وقت وعمليه بروسيدجر، مجرد انها هتمشي فيه هي القصه منتهيه، لا هي هتحمل 100%. وقد يكون الافراط في هذه الامال يكون ليه دروباكس او ليه العواقب الاشد على الطبيب والمركز من ان احنا نفهم النتائج الطبيعيه، لان احنا بيزداد ممكن الهجوم و الحزن من هذا الطبيب ومن هذا المركز انه لم يحدث حمل فيه. لكن اذا كنا واقعيين وكنا طبيعيين في النسب اللي احنا بنقولها، احنا علينا ان نعرض النسب ونعرض نسب النجاح واسباب النجاح واسباب الفشل، والقرار يبقى ثابت وعلى اساسه. اذا خدنا القرار فبيبقى القرار واضح، وساعتها ساعه لما تطلع نتيجه بالنجاح بنبقى كلنا نجحنا مع بعض. واذا حدث ان احنا لم ننجح فبالتالي بيحدث ان احنا كنا موضحين الامور، فبتبقى الامور قابله للنيجوشيشن وقابله للحوار مره اخرى عشان نشوف ايه ممكن نعمله تاني للكابلز دول، حتى نعيد المحاوله مره تانيه ونحاول زياده نسب النجاح لنسب اعلى، او نحاول ان يحصل حمل اللي ما حدثش في المره الاولى. كمل كلامنا بعد التليفون. مدام منى، صباح الخير يا مدام منى. مدام منى صباح الخير. ممكن اسال حضرتك سؤال يا دكتور؟ تحت امر سعادتك. انا وقفت التلفزيون اهو. بقول لحضرتك انا عندي 52 سنه وما جاتليش البيريود بقالها تقريبا 20 يوم دلوقتي ومرتبه اللوم. هل ممكن في السن ده يحصل حمل؟ دورة حضرتك منتظمه ولا مش منتظمه؟ منتظمه جدا. حضرتك مركبة اللوب بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 5 سنين. 5 سنين. هيك والدة كم مرة قبل كده؟ 3. اخر مرة من كام سنة؟ من 13 سنة. هرد على حضرتك تحت امرك. طبعا هو بالثيوريتيكالي او يعني بالورقة والقلم، طالما بيجي الدورة لحضرتك طالما يبقى احنا قابلين ان يحصل انجاب، لكن احنا متفقين ان احنا مع زيادة السن وتقدم العمر البويضات اللي داخل المبيض دي برضو نفس الكلام عمرها بيزيد وبتشيخ مع الوقت، فبالتالي نوعيتها والكواليتي بتاعها بيبقى اقل، فبتبقى نسبه انها تخصب نسبه اقل. لكن
طالما البيريود بتيجي وطالما بتيجي بانتظام احنا عندنا القابليه ان يحصل حمل. طبعا احنا طالما دي اول مره تلخبط هو الاحتمال الاكبر ان هي دي بدايه اعراض انقطاع الطمس انها تبتدي تختفي. زي ما قلنا قبل كده ان الدوره زي ما بتيجي واحنا في وهي البنت لسه في الاول بتيجي بعدم انتظام وبعدين بتبتدي تنتظم، لما بتتقطع بعد كده الاول بتبتدي تتلخبط، بتيجي كل شهرين، تيجي كل شهر ونص، كل 3 اشهر لغايه ما تبتدي تنقطع. طالما الدوره لم تنقطع لمده سنتين يعني سنتين ورا بعض مكتملتين او سنه يبقى احنا ممكن تيجي لنا الدوره تاني. طب نعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل اختبار حمل في الدم، هيطلع نيجاتيف برضو حتى تتاكدي ان احنا ابتدينا في فتره انقطاع الطمس. ممكن اعمل اف اس اتش، لو طلع فوق 10 ده معناها ان ابتدى المبيض خلاص ينضب من البويضات. لكن طالما البيريد ما فضلتش يعني بتسه بتيجي لحضرتك وما عادتش لمده من سنه لسنتين ما بتجيش، انت لسه معرضه للحمل، خلي اللولب لغايه ما تصل الى هذه النقطه ولابد من نزعه بعد كده، لان ترك اللولب بعد كده بيعمل مشاكل كتير قوي، لان مع عدم وجود هرمون الاستروجين اللي بيحمي تجويف الرحم قد يحدث خراج وقد يحدث صديد شديد داخل التجويف الرحمي، بتبقى عواقبه شديده جدا، واحنا لن اعن حضرتك من هذه المشاكل. معانا تليفون، مدام رويده صباح الخير. صباح النور يا دكتور، لو سمحت يا دكتور انا عندي ورم ليفي الحجم بتاعه سنتي و2 مللي، وعملت 2 اشعه مهبليه، واحده عند دكتور واحده عند دكتور تاني، فالدكتور الاولاني قال لي فيه والدكتور التاني قال لي لا، فانا عايزه اسال بس يا دكتور، برسام منع الحمل بيزود الورم الليفي ده ولا لا؟ انت عند حضرتك كام سنه؟ 38 يا دكتور. والده كم مره قبل كده؟ 3 مرات. طبيعي ولا قيصري؟ 3 مرات وكان في اجهاض يا دكتور. طبيعي ولا قيصري؟ 2 طبيعي ومره قيصري. طب حضرتك ايه اللي خلاك يا دكتور ومره قيصري؟ ايه اللي خلاك تشتكي عشان تعملي سونار فيقول لك ان في ورم ليفي؟ شكوتي كانت ايه عشان تروحي تعملي سونار؟ الدوره عندي طولت وقعدت 8 ايام، يعني الحدود مش بتاعتها. ده اول مره؟ مدام هويدي ممكن توقفي، ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ حاضر يا دكتور. بقول لك دي اول مره اتلخبط عند حضرتك؟ ايوه يا دكتور، دي اول مره من شهر رمضان اللي فات وهي ماشيه معايا بنفس الانتظام ده 8 ايام. من شهر رمضان؟ ايه؟ من شهر رمضان بتقولي؟ الخط قطع. حضرتك عامة بالنسبة للأورام اللي فيا، أولا الورم اللي فيه اللي هو سنتي في سنتي ونص ده ملوش أي قيمة خالص ولا يقلق خالص إلا إذا سبب أعراض. إحنا بنتكلم الأورام اللي فيا هو ورم حميد، لا ورم ده ما بيتقلبش، دي حاجة خبيثة وما هو شيء. حله في الأغلب هو الجراحة، سواء لو هو ممكن إن إحنا نستأصله عن طريق منظار الرحم، أو لو غير قابل إن نستأصله عن منظار الرحم بنستأصله عن طريق فتحة عادية زي ما بنقول زي فتحة القيصرية عن طريق البطن. بيعتمد إزاي إحنا بنستأصله؟ حسب مكانه، لو هو مكانه أقرب للتجويف الرحم ده ساعتها بنقدر نستأصله عن طريق منظار الرحم، بس عادة لو حجمه ما يزيدش أكتر من 2 سنتي. لو حجمه اكبر او حجمه هو اقرب لتجويف البطن مش تجويف الرحم بيبقى الحل بتاعه ان احنا نشيله بعمليه واستئصال زي عمليه القيصريه. طيب امتى بلجا ان انا اعمل له عمليه؟ حاجه من اتنين، يا اما هو حجمه اكتر من 5 في 5 او هو حجمه ايا كان وعامل لي مشاكل، يعني ممكن يكون ورم ليه في حجمه سنتي او 2 سنتي في 2 سنتي بس عامل لي نوع من انواع النزيف الشديد، فده حله ان انا لازم اشيل هذا الورم ايا كان حجمه عامل ايه. فطالما هو مش عامل لحضرتك اعراض وطالما هو مش كبير احنا مش محتاجين نعمل له حاجه. حضرتك اول سؤال ليك عايز تتاكدي، روحي اعملي 4 دي في مركز من بتوع ال4 دي هيعرف لحضرتك اذا كان في ورم ليفي ولا لا، يبقى هو ده الحل النهائي. لو حضرتك اللخبطه دي ريليتد لراس منع الحمل قد تكوني استعملتي بطريقه خطا وتكون هي السبب. هل راس الحمل بتزود راس منع الحمل
اللي هي فيها نوعين مع بعض اللي بنسميها الكومباين اللي بتاخد 21 يوم قد تكون مسؤولة شوية على ان ورم الليف يكبر، بس هو كده كده بيكبر باي تايم مع الزمن، لكن في الحجم ده ولا يقلق حضرتك خالص، مجرد تعملي متابعة مرة كل 6 اشهر او مرة كل سنة بالسونار لحجمه بيكبر ازاي، واكتر من كده مفيش اي مشكلة خالص. معانا مدام فريال. أي صباح الخير يا مدام فريال. وعليكم السلام. ايوه ده فريال وعليكم السلام. ايوه يا دكتور، انا متجوزه حضرتك بقالي 3 سنين. النبي يا مدام فريال وطي التلفزيون جنب حضرتك. حاضر. ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم. انا والده بقالي سنه حضرتك وباخد حبوب منع الحمل. اللي هي اسمها ايه؟ مليان. اسمها ايه؟ معرفش. وعشرين اللي هي 25. 25 قرص؟ اه. اوكي، انت بترضعي؟ لا مش بصدع، انا جسمي مليان ورحت لدكتور تخسيس فقال لي ايه انت الافضل ان انت تبطليها، فانا عايزه حضرتك افضل وسيله حمل. انت والده كم مره قبل كده؟ هي مره واحده. طبيعي ولا قيصري؟ قيصري. اوكي، من سنه ونص تقريبا. بس انا مش عايزه اخد اللولب، عايزه اي يعني وسيله تكون كويسه. هقول لحضرتك تحت امرك. عشان برضو تبقى الامور واضحه لكل سادة مش... احنا عندنا وسائل منع الحمل حاجتين، هرموني ولا هرموني. الشيء الوحيد اللي لا هرموني هو راس منع الحمل، سوري اللولب. احنا بنتكلم على وسائل منع الحمل الافكتيف القادره انها تحمي بجد، ما اتكلمتش على الوقي الذكري، ما اتكلمتش على فترات الامان، ما اتكلمتش على اللبوس المهبلي اللي بيتحط وقت العلاقه، كل الكلام دي اشياء نسبه الفشل فيها عاليه، احنا بنتكلم على وسائل منع الحمل الامنه اللي فعلا بتدينا تاثير قوي لمنع الحمل، يا اما لولب يا اما حاجات كلها فيها هرمونز. سواء بقى حقن، سواء لزقه، سواء كباسيل، سواء راس، سواء حلقه تتحط مهبليه، فهي كلها ايه؟ هرمونز. فاذا كانت الاقراص عامله لحضرتك مشكله فهو كل ما هو غير اللولب هيعمل نفس المشكله لحضرتك بزياده الوزن فعند حضرتك حاجه من الاتنين، يا اما تكملي على الوسيله اللي حضرتك ماشي عليها بقالك مده والدكتور بتاع حضرتك يتصرف مع هذا في خلال الرجيم بتاعه، يا اما حضرتك بتبطليها وبتستعملي اللولب. يا اما حضرتك لا تاخدي ده ولا ده، ولازم نستعمل بقى الوسائل الطبيعيه من عواقي ذكري وتحديد ايام التبويض وتحديد فترات الامان، بس لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الحاجات دي نسب الفشل فيها عاليه قوي وانها ممكن تصل الى 20-30% نسبه الفشل بتاعتها. بعكس اللولب والحاجات التانيه اللي هي ممكن تكون نسبه الفشل بتاعتها 1-2%. معانا مدام فاطمه. مدام فاطمه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم يا مدام فاطمه. لو سمحت يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. تحت امر حضرتك. انا كنت عملت حمل خارج الرحم من 8 شهور تقريبا. فتح بطن ولا منظار؟ نعم. فتح بطن ولا منظار يا فندم؟ اه فتح بطن. شالوا الانبوبه؟ اه. يمين ماشي، يمين ولا شمال؟ الشمال. طب حضرتك كان عندك اولاد قبل كده؟ اه عندي 3. كويس، عند حضرتك كام سنة؟ عندي 38. كنت والدهم طبيعي ولا قيصري؟ الأولانية طبيعي والاثنين قيصري. ركبت لوب بعد أي واحد فيهم؟ نعم. ركبت لولب بعد أي واحد لا فيهم؟ لا لا خالص، ما خدتش أي وسيلة لا. طب سؤال حضرتك تحت أمرك. أنا كنت حضرتك دلوقتي حسيت إن بطني بتوجعني من تحت وتقل جامد كده، رحت كنت عملت سونار فقالت لي إن في تجمع دموي او زي حاجه ارتشاح تحت الرحم يعني، وعايز يتفرج راحه. كويس، انت حضرتك عامله عمليه خارج الرحم من قد ايه؟ من 8 شهور تقريبا. طب الارتشاح ده يعني اكتشفت ان فيه ميه في الحوض وعايزه تشيله ولا فيه ورم ولا ايه؟ لا هي قالت لي بس ميه والميه ديت عايزين نشيلها جراحه، فانا قلت لها ناخد علاج الاول، فقالت لي لا الاحسن انه جراحه. حضرتك خايف ايه؟ تحت امرك رد الله. طبعا اذا كان في تجمع دموي، طبعا التجمع الدموي ده غالبا بيحب يتشال، بس طبعا مفيش تجمع دموي بعد 8 اشهر يكون لسه موجود. فانا زي ما بقول لحضرتك ده غالبا مع كل مره بنعمل عمليه استكشاف او فتح بطن بيحصل التصاقات في التجويف البطن، فهذه الالتصاقات ممكن تبقى في ما بينهم وما بين بعض حبه
ميه فيبانوا لي ان هم عندي زي ارتشاح في البطن. لو سمحتي نعمل سونار في حته كويسه رباعي، غالبا دي بعض الالتصاقات داخل تجويف البطن، مش محتاجه اي حاجه خالص، محتاجه حبه اقراص كلام فارغ تساعدنا بس ان الجسم يساعد يشرب هذه الميه في اغلب. لكن فكره ان في ارتشاح حتى لو في كميه ميه داخل البطن، طالما ما هوش كيس كبير وطالما بتاع، لازم ندور على سبب، ومش الحل ان احنا ندخل نفضيه، لان احنا لو فضيناه هيرجع يتكون تاني. يبقى لازم نعرف القصه بالظبط فيها ايه، الميه دي مكانها قد ايه، هل هو استسقى لا قدر الله، الحاجه مش كويسه، لا محتاجين نعمل تحاليل ومحتاجين اشعاعات اقوى من كده شويه وفي اماكن احسن من كده شويه عشان القرار بتاعنا يبقى واضح. لكن طبعا فكرة العملية مرة واحدة لا، طبعا لازم نراجع أمورنا كويس قوي قبل ما ناخد القرار، لأن الأمور مش واضحة والأمور ما بتتحلش بهذه السرعة في الوضع اللي حضرتك بتتكلمي فيه. معانا مدام نادية. صباح الخير يا مدام نادية. صباح النور. أهلا بيكي. من فضلك أنا بتكلم عشان أسأل حضرتك، أنا عندي 41 سنة واكتشفت إني حامل. حضرتك والدة كم مرة قبل كده؟ قلقانة جدا طبعا بسبب موضوع السن. انت حكيت والدة قبل كم مرة قبل كده؟ مرتين. طبيعي ولا قيصري؟ طبيعي. عند حاجة ضغط أو سكر؟ لا. انت جوز حضرتك قرايب؟ لا. طب أقول لحضرتك تحت أمرك. طبعا هو تقدم السن مع الحمل بيبقى طبعا في مشاكل، لكن كل حاجة محلولة، لأن يعني احنا دايما بنقول احنا من الأول نمنع ان يحدث حمل في سن متقدم طالما انا عندي اطفال. لكن لو افترضنا ان عندي كابل متجوزين سنهم كبير، انا مش هقدر اقول لها ما تحمليش، بس لازم ناخد البريكوشنز واشياء الوقايه بالنسبه لنا عشان نتاكد ان الطفل ده ما فيهوش مشكله. ويمكن من اهمهم هي قصه الطفل المنغولي. اول حاجه لابد من عمل سونار بنسميه السونار الفوردي الاولاني من عام 10 ل 12 اسبوع عشان نشوف حاجه اسمها النكل ترانسلوسنسي او سمك الجلد الذي يبطن رقبه الطفل، ده مهم قوي نعمله. تاني حاجه عند 16 اسبوع بنعمل حاجه اسمه تريبل تيست، وعلى اساس سن حضرتك وعلى اساس نتائج التحاليل والسونار والوزن والكلام ده كله بيخش في بروجرام كمبيوتر بيجي يديني يقول لي الريسك بتاعنا قد ايه، هل هو هاي ولا مودريت ولا لو، ريسك عالي او متوسط او قليل، وعلى اساسه بنحدد احنا محتاجين ندخل ناخد بذل او ناخد عينه من السائل الامنيوسي اللي حوالين الطفل ونحلله ونشوف هل الطفل ده هل طفل منغولي ولا لا، وعلى اساسه بناخد القرار. بس هي القصه ان احنا في هذا السن غالبا لما ندخل كل المعطيات مع وجود السن ال 41 هيدينا ان احنا هاي ريسك، فبالتالي هنلجا دايركت او هنلجا في اخر القصه ان احنا هنعمل عينه من السائل الامنيوسي. فاحنا يفضل ان احنا من الاول بنعمل عينه من السائل الامنيوسي، ان احنا نسحب منها عينه من الطفل ونقدر نحدد هو لا قدر الله عنده مشكله كروموزوميه ولا لا، وعلى اساس ان نكمل حملنا واحنا هاديين. تاني حاجه مع السن ده حضرتك بيبقى القابلية ان يجي لنا ضغط وسكر طبعا اعلى من اي حد تاني، لان كفاءة البنكرياس والشرايين قلت مع السن، فبالتالي لازم ناخد بالنا من القصة دي كويس قوي. يبقى لازم حضرتك نتابع متابعة لصيقة، هنعمل امنيوسنتيزيس او بذل مثال امنيوسي، اوصي حضرتك خيرا بأسبرين الاطفال والاوميجا طوال الحمل، ومع المتابعة الدقيقة ان شاء الله ربنا يطمنا على حضرتك. كلمنا عن الحقن المجهري وهنكمل كلامنا بعد الفاصل، أرجوكم انتظرونا. شكرا. أهلا بيكم بعد الفاصل في انتظار تليفوناتكم، وبنتكلم عن الحقن المجهري والإجراءات اللي بنعملها قبل بداية عملية الحقن، بالذات لو كان حدث قبل كده عمليات محاولات حقن مجهري وفشلت، ايه الحاجات اللي لازم نعملها قبل ما نبتدي او قبل ما نخطو الخطوه اللي جايه. نكمل كلامنا بعد مدام ايمان. صباح الخير يا مدام ايمان. مدام ايمان. 52 سنه. سامعني حضرتك يا دكتور؟ عند حضرتك 52 سنه. ايوه مدام ايمان. 52 سنه. انا البيض اتقطعت عندي ليها 6 سنين دلوقتي. كويس. وكنت مركبه لولب قعد ليه دلوقتي 16 سنه. ما شلتوش؟ بس ما انتوش، فانا خايفه انه هل يبقى عمل مشاكل
بس انا في التواليت بلاقي الفتل بتاعتي يعني. لا يا فندم لازم يتشيل حضرتك، ده موضوع غير قابل للجدال يعني. انا لسه كنت بتكلم على القصه دي من 10 دقايق، ان حضرت ان احنا عندنا التجويف الرحمي هرمون الاستروجين بيديله نوع من انواع الحمايه، انه ان اللولب ده ما يعملش مشاكل، مع ان بيحصل ضمور في جدار الرحم، وهذه الحمايه الموجوده بهرمون الاستروجين بتقل، بتزيد نسبه ان يحصل التهابات على هذا اللوب، مع ضعف الحمايه ممكن يتحول المكان ده الى مكان زي خراج مقفول على نفسه، الرحم كله يتحول الى خراج، فبنسميها بايومتريا. وبتنتهي القصة ان احنا عندنا مشكلة كبيرة، وقد تنتهي ان انا مضطر اشيل الرحم كله حتى اقن السيدة دي مشاكل. حضرتك لو سمحت النهاردة تروحي تشيليه، الموضوع غير قابل للجدال، لانه حتى كمان ممكن ما نقدرش نشيله بالطرق الطبيعية، نضطر نلجأ لعملية كحت عشان نشيله، لانه مع مدة طويلة قد يكون التصق بجدار الرحم ويبقى شيله صعب بالطريقه الطبيعيه. لكن احنا لازم نروح النهارده، بقول لحضرتك نشيله، الموضوع غير قابل للجدال، وربنا يطمن على حضرتك. احنا قلنا ان احنا اهم نقطه بتكون بالنسبه لنا بعد فشل الحقن المجهري، ان احنا او قبل ما نبتدي الحقن المجهري، ان احنا بنكون موضحين للكابلز نسب النجاح بتاعتنا واسباب النسبة لو هي قليلة ايه السبب عندنا في حالتنا ان هو يكون نسبة النجاح عندنا اقل من الطبيعي او اقل من هي متوقعة. هنقولها والله سنها، هل هو السبب السن؟ هل هو السبب مخزون البويضات اللي عندها؟ مع ان سنها صغير قد يكون مخزون البويضات الاستراتيجي بتاعها قل، ودي حاجة بتاعت ربنا. وزي ما بنقول السيدة بتولد وعندها مخزون استراتيجي، وهذا ميراث من عند ربنا، وايه هذا الميراث؟ قد يكون كثير او قد يكون قليل، ودي بتاعت ربنا وليس لنا تدخل فيها حتى هذه النقطه. بره بيحلوها بان هم بيدوا دونيشن او حد بيتبرع بالبويضه لهذه السيده، لكن طبعا هذا مرفوض بالنسبه لنا دينيا، لان في نوع من انواع اختلاط الانساب، فبالتالي هو بالنسبه لنا ممنوع تماما وغير مقبول تماما تداوله في مصر والدول العربية، فبالتالي يمكن حتى في دول بره بتمنع هذا التبرع. فيبقى أول حاجة بنتكلم فيها إن إحنا نسب النجاح إيه بالنسبة لنا، وبنوضح ليها إحنا قلنا ممكن يكون السبب إيه، السن أو المخزون الاستراتيجي، تحليل الزوج. نكمل كلامنا بعد مكالمة مدام شيماء. مدام شيماء إزاي حضرتك؟ السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك، هو استخدام حقن اللي هي منع الحمل اللي هي 3 شهور لفتره طويله ليها مشاكل تانية غير تاخير الحمل وزياده الوزن؟ عند حضرتك كام سنه؟ 35. حضرتك والده كم مره؟ مرتين قيصري. مرتين قيصري. حضرتك قررتي ان انت مش عايزه اطفال تاني؟ نعم. حضرتك يعني انت بقالك كام سنه بتاخديها؟ انا بقالي دلوقتي 3 سنين. 3 سنين؟ هل في خطه ان في طفل ثالث ولا كده احنا خلاص؟ لا لا ما فيش ان شاء الله يعني. هارد على حضرتك. الحقن وهرمون البروجسترون الموجود في الحقن على فترات طويله قد يكون مسؤول عن ضعف العظم شويه بالنسبه للسيدات، هذا هو الشيء الزياده عن تاخر الانجاب. لكن احنا ليه ما بنحبش الحقن بعد الطفل الاول؟ دايما بنقول في فرق كويس قوي ما بين سيده بتمنع الحمل وسيده بتنظم الاسره. السيدة بتمنع الحمل دي سيدة زي حضرتك قررت انها استكفت بالاطفال اللي عندها 1 2 3 زي ما هي العدد اللي هي شايفة ان بالنسبة لها هذا يكفي، واستكفت بهذا وقالت خلاص انا مش عايزة اطفال تاني، فهذه سيدة تمنع الحمل. لكن في فرق بين سيدة تانية تكون والله عندها طفل وهي مجرد عايزة تأخر سنة او اتنين قبل ما تجيب التاني، فهذه سيدة تنظم الاسرة. فالسيدة التي تنظم الاسرة محتاجة تاخد حاجة تمنع بيها حملها، مجرد ما توقفها تحمل تاني على طول، ويجي في أول الأشياء اللي تساعدنا على هذا هي رأس مال الحمل، يجي بعديها هو اللولب. لكن في أشياء مسؤولة عن تأخير الحمل بالذات لو خدناها لفترات طويلة، يمكن أهمها الحقن، لأن الحقن دي أنا بدي حضرتك كمية هرمونز بكمية كبيرة مرة واحدة، جسمي بيتعامل مع جزء وبيخلي جزء بيحتفظ بيه، كلما زادت الفترة كلما زاد الجزء المحتفظ بيه، فعقبال ما الجسم يتخلص من هذه الكمية قد يأخذ وقت. طبعا رأس مال الحمل فيه حاجات شبهها وريليتد ليها بنفس الفكرة، هي بتبقى آمنة بس قد يكون بعضها موجود في مصر وبعضها غير متداول في مصر. الحلقة المهبلية،
اللزقه اللي بتتحط على الجلد، كل دي حاجات مشابهه لاقراص منع الحمل بالظبط، ولكن مش متعودين التعامل معاها في مصر او قد تكون مش موجوده. فحضرتك الحاجه اللي بتعملها الحقن دي على فترات طويله هي قد تؤثر على عظم حضرتك، لكن لازم نبقى متفقين غير مقبول ان سيده فوق ال 45 تاخد هرمونز لمنع الحمل، وغير مستحب فوق ال 40. يعني لو حضرتك توصلي ل 40 بقى غير مستحب، وفوق ال 45 غير مقبول ان حضرتك تاخديهم. ففي الاخر غالبا هنلجا ل ان احنا نحط لولب. معانا مدام هبه. صباح الخير يا مدام هبه. مساء النور، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. بقول لحضرتك يا دكتور، انا ممكن اعرف لو انا حامل قبل الدوره باسبوع؟ صعب. في طريقه يعني خليني اعرف قبل الدوره باسبوع؟ صعب. ممكن قبل الدوره بثلاث او اربع ايام لو عملت اختبار حمل رقمي في معمل كويس بيستعمل كيتس كويسه ممكن يقول لحضرتك، لكن اسبوع ده بدري قوي يا فندم. زي ما قلنا احنا بنقعد مع الكابلز ونقول لهم ليه نسب النجاح بتاعتنا سبب قد ايه وايه اللي ممكن يقللنا. قلنا ممكن يكون سن السيده، ممكن يكون وزن السيده، ممكن يكون المخزون الاستراتيجي بالنسبه للست قل، ممكن يكون ان انا تحليل الزوج فيه مشكله. فبالتالي احنا بنفتح لبعضينا ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها قبل ما نبتدي الخطوه. اذا ابتدينا بالزوج لابد من ان احنا نعمل تحليل للزوج، ونعمل دايما بيقول اقدر الناس التعامل مع تحليل الزوج هم مراكز الحقن المجهري، لان هم بيبقى عندهم المقدره، هم اللي هيتعاملوا معاه في الحقن او في التلقيح، فهم اخطر الناس عندهم مقدره لدراسه الحيوان المنوي. يمكن من الحاجات اللي ممكن تتعمل دلوقتي حاجه اسمها دي ان ايه فرجمنتيشن، نشوف الدي ان ايه او الماده النيوكلير بتاعه الحيوان المنوي قد ايه عندها ستابيليتي وقد ايه فيها تكسر. فكلما زاد الفريجمنتيشن بتاعنا بتبقى هذه الحيوان حاسس الحيوان بيبقى غير قابل انه يعمل تخصيب. فبالتالي يمكن ما عندناش حاجه قوي تقدر تصلح لنا القصه دي اكتر من ان احنا بنديله هايتريس اليمنت والانتي اوكسيدنتس اللي هم عندنا السيلينيوم والفيتامين اي والفيتامين سي وفيتامين اي لمده من 3 ل6 اشهر. ده بيحسن الوضع شويه وبيحسن لي الكواليتي بتاع التحليل بتاعه، وبالتالي بيحسن لي حملات المنويه. ليه الكلام ده؟ لان انا لما بختار هذا الحامل المنوي اللي فيه مشكله واعمل تخصيب بالبويضه، بالتالي هذا لا يحدث تخصيب، وبالتالي انا فقدت البويضه وفقدت ان يكون عندي جنين. من الحاجات المهمه برضو قوي الحيوانات المنويه اللي عندها تشوهات جامده، هذه الحيوانات بتبقى غير قادره على الاخصاب، وتيجي من هنا فكره يمكن ابتدت تظهر تقولك هل لو جوزي بياخد دواء هل هذا يؤثر على تشوهات الجنين. عاده الحيوانات المنويه المشوهه لا تخصب، فبالتالي هي اذا خدنا دواء واثر على تشوهات الحيوانات المنويه فبالتالي هو لا يخصب، وبالتالي هو لا يؤثر على تشوهات الجنين. نكمل كلامنا بعد الفوق مع ام منى. صباح الخير يا ام منى. ايوه يا دكتور بعد اذنك. ايوه يا دكتور ممكن يا ام منى لو سمحتي يا فندم ممكن حضرتك بس يا ستي انا ممكن توطي التلفزيون تسمعيني من التليفون؟ بعد اذنك يا دكتور، انا كل ما احبل احبلت قبل منا مرتين وما جاش الجنين نبض، ورجعت تاني احبلت وربنا اداني منا، ورجعت تاني يا دكتور حبلت بعد منا وربنا اداني محمد، وكنت باخد حقن تحت الجلد في منا، بس في محمد ما خدتهمش اللي هو الايبرين ده لتجلط الدم. ورجعت في بعد محمد حبلت 3 مرات وبرضه ما فيش نصيب، برضه ما بيجيش نصيب. خدت فيهم حقن ولا ما خدتيش؟ مش عارفه ايه السبب. ايوه يا دكتور. خدتي في الثلاثه اللي بعد محمد حقن ولا ما خدتيش؟ خدت فيهم حقن برضه ما بيجيش نبض. كنت بتاخدي حقن قد ايه؟ بتقولي يا دكتور؟ كنت بتاخدي حقن قد ايه؟ في المرة اللي بعد محمد خدت حقن مرة واحدة في اليوم. ايه 5000؟ والمرة اللي فاتت ديت من قيمة شهرين خدت برضه حقنة مرة في اليوم. واخد اسبرين اسبرين زي الاسبرين الاطفال، واخد حمض الفوليك وبرضه حقن تثبيت وبرضه ما فيش نبض. هقول لحضرتك تحت امرك.
طبعا حضرتك في حالة الإجهاض المتكرر، حتى في وجود ان احنا بناخد الهيبارين او الكالهيبارين او الكليكسان والكلام ده، لازم نعمل حاجة اسمها كاريوتايبنج، لازم نعمل نوع من انواع دراسة الكروموزومات بتاعت حضرتك وبتاعت زوجك، قد يكون في سبب تاني خالص احنا مش شايفينه. ادي اول حاجة. تاني حاجة، اذا طلع كويس لازم نعمل تحاليل بتاعت الاجسام المضادة للجسم كله، ودي بروفايل معروف هنعمله عند الدكاترة، والدكاترة عارفينه بيعملوه، على اساسه بنحدد هل انا فعلا عندي اجسام مضادة للغدة الدرقية، عندي اجسام مضادة بتاعت الذئبة الحمراء، وعندي اجسام مضادة ضد البروتين الانتي نيوكلر انتي بوديز اللي هي بيسموه البروتين بتاع النيوكلر بتاع مش عارف اجيب اسمه بالعربي، بتاع الخلية ده، كل الكلام ده بنعمل بروتين بتاع النواة بتاعت الخلية، كل الكلام ده بنعمل له دراسة لو طلع موجب، لان احنا ساعتها قد نحتاج ان احنا ناخد جرعة كورتيزون، قد ناخد جرعات حاجة تانية، فلازم نلجأ لدكتور يعمل لنا هذه التحاليل، وعلى اساسه بنحدد احنا عايزين نعمل ايه. يبقى اول حاجة هنعمل دراسة للكروموزوم بتاعت حضرتك وبتاعت زوج سعادتك، تاني حاجة لو طلع كويس بنعمل دراسة للأجسام المضادة اللي عندنا، وعلى اساسه بنشوف هنعمل ايه. غالبا انت محتاجه تاخدي علاج من قبل ما تحملي، مش لما تحملي، لان انت لما خلاص حملتي بتبقى القصه فلتت. القصه الغريبه ان احنا ازاي الولد عدى بدون علاج، هذا طبعا شيء مش ده الطبيعي لو عندك مشكله في المناعه، لكن هو يشككنا ان في مشكله مش في المناعه، المشكله قد تكون زي ما بقول لحضرتك ان احنا في الكروموزومات، فلابد من عمل الكاريوتايبنج. معانا مدام امل. صباح الخير يا مدام امل. صباح النور. اهلا بيك. انا حامل في الشهر الرابع، في اول الرابع. ايوه. وبقالي 3 ايام كده بينزل مني ميه. كميتها قد ايه يا فندم؟ كميتها قد ايه؟ نعم، كميتها قد ايه يا فندم؟ هي بتنزل مع الحمام، يعني لما بعمل حمام بتنزل، لكن طول ما انا قاعده ما فيش حاجه بتنزل خالص. يعني هي بتنزل مع البول يا فندم؟ اه بتنزل مع البول، واوقات بتبقى مثلا فاتحه شفافه، واوقات بتبقى فيها افرازات شويه كده. طب هي يعني هي بتنزل من فتحه البهمل مع البول؟ اه بتنزل. اه. طب وحضرتك بتلاحظيها ازاي مع البول يعني؟ اه بشوفها ان هي بتنزل او اوقات. ها؟ الو؟ افرازات كده بتنزل معاها. طب هرد على حضرتك تحت امرك. طبعا هو غالبا دي مع الحمل بيحصل، بيبقى فيه احتقان في الحوض، لان الدم اللي بيروح للمنطقه دي بيزيد قوي، فبالتالي فيه احتقان في الحوض، فبالتالي بيحصل نوع من وجود الافرازات الزايده في منطقه الحوض، في منطقه المهبل، فبالتالي السيده دايما بتشتكي ان عندها احساس بالابتلال، وعندها احساس ان في افرازات، دايما بنشبهها اكتر بحاجه عامله زي زلال البيت الشفافه بدون لون ولا ريحه. ده بيبقى الطبيعي. لو كميتها زادت او لونها اتغير بيبقى ده مش طبيعي. تاني حاجه حتى نتاكد اذا كان في مشكله ولا لا، هنعمل سونار. الدكتور بتاعنا هيشوف كميه الميه اللي حوالين الجنين اخبارها ايه، اذا كانت الكميه طبيعيه بلا مشاكل يبقى احنا زي ما بنقول لحضرتك هذه افرازات مهبليه طبيعيه جدا مع الحمل، اذا كان لونها او ليها لونها او ريحتها فيها حاجه مش طبيعيه قد تكون محتاجه علاج من الطبيب بتاع حضرتك، لكن غير كده مفيش اي حاجه تقلق ان شاء الله. قلنا ان احنا مهم قوي ان احنا نقعد نحدد اسباب النجاح والفشل. قلنا اول حاجه بنعملها السائل المني، ونحدد من اساسه حسب العدد والحركه وحسب التشوهات، بنقدر نحدد دور الراجل قد ايه في النجاح او فشل هذه عمليه الحقن المجهري. نكمل كلامنا بعد الفاصل، ارجوكم انتظروا. شكرا. فاصل في انتظار تليفوناتكم على ارقامنا. قلنا اتكلمنا على اسباب ان احنا لازم في القعده الاولانيه او مع قبل ما ناخد قرار الحقن المجهري لازم نحدد نسب النجاح والفشل بطريقه جيده، حتى لا نصيب الكابلز اذا حدث لا قدر الله فشل في محاوله بالاكتئاب ونوع من الاحساس بالفشل. لابد من تحديد كل حاجة من الأول، ده بيساعدنا كتير قوي. وقلنا أول حاجة بنحط عليها القرار هو تحليل الزوج والبارامترز بتاعته. نكمل كلامنا مع مدام ميرفت. صباح الخير يا مدام ميرفت. مدام ميرفت. أيوة. سلام عليك يا دكتور. أهلا بيك. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، أنا سني 53 سنة. ربنا يدي حضرتك الصحة.
وانا من سن 48 والبريوت ملخبطه معايا، يعني تيجي شهرين تيجي 3 شهور، اخر حاجه جت 6 شهور وجت تاني. بس يا دكتور اللي تعبني في الموضوع ده الصهده والبوخه وكميه عرق كتير بتنزل مني. كويس. فاخدت نوعين برشام قبل كده وما جاش منهم نتيجه. اللي هم اسمهم ايه؟ ليفال، ونوع تاني قلبته برتقاني كده. اوكي هرد على حضرتك. فمش عارفه يا دكتور، تعبانه جدا من موضوع البوخه والصهده والعرق ده. اقول لحضرتك تحت امرك. طب شكرا دكتور. طب انت خدتي الدواء اللي هو معمول لهذا الكلام اللي هو اللي انت قلتي اسمه حضرتك؟ انا عامه مش من الناس اللي بتحب فكره الهرمونات التعويضيه او الاشياء اللي بتضيع اعراض انقطاع الطمس او تغير الهرمونز بالنسبه لحضرتك بالادويه، لان انا الادويه دي مشاكلها بتبقى بعد كده لا قدر الله قدام اكتر. هذه فتره طبيعيه في حياه حضرتك، هذه فتره لابد من التحمل مع الاخذ الحاجات بنسميها الفايتو استروجينز، الحاجات الطبيعيه اللي فيها هرمونات انوثه طبيعيه قد تقلل الاعراض، مش هتخليها تختفي قوي لكن هتقللها، لكن في نفس الوقت هذه الاشياء بتبقى اكثر امانا على حضرتك وعلى جسمك من الهرمونات الصريحه. يمكن اشهر الحاجات اللي فيها الهرمونات دي هو منتجات فول الصويا، لبن فول الصويا والفول الصويا نفسه. نيجي بعد كده الزيت الحار بتاعنا بتاع زمان، ده من الحاجات المهمه قوي اللي فيها الهرمونات الطبيعيه التي تقلل الاعراض. كل الحبه الكامله زي البليله وزي الشوفان وزي كل الكلام ده بيقلل قوي قوي هذه الاعراض. لو الجينسنج كان اذا خدنا جينسنج كمقوي، كل الحاجات دي بتبقى ليها تقليل الاعراض. ودينك دايما بقول للعين بتاعتنا وصفه ان احنا الصبح هناخد نص كوبايه لبن مع نص كوبايه لبن فول صويا ونحط عليهم حفنتين شوفان صبح كمان، ده فطار كويس قوي في كميه من حاجات فايتو استروجينز هيقلل الاعراض شويه، هيحسن وضع حضرتك، لكن مش للحد ممكن تكوني ان انت مبسوطه بيه بس، احنا هنبقى مبسوطين ان حضرتك في امان وان ده الحاجات اللي بناخدها ما تعملش مشكله. ما انساش افكر حضرتك في السن ده ان احنا لابد من اجراء المتابعات الروتينيه الوقائيه كل سنه على الاقل، سونار على ثدي حضرتك، اشعه على الثدي الماموجرام لو طلع كويس بنعيدها مره كل سنتين، لكن سونار الثدي ده كل سنه، مسحه عنق الرحم والبروفايل بتاع الليبيد او الدهون في جسم حضرتك، الكلام ده مهم قوي ارجوكي ما تنسيش تعمليه. معانا مدام لمياء. صباح الخير يا مدام لمياء. مدام لمياء صباح الخير. باتصال مدام لمياء وقع، احنا في انتظار تليفون حضرتك مره ثانيه. يبقى احنا قلنا اول حاجه بتكون بالنسبه لنا بنعملها حتى تاني في المره الثانيه في المحاولات، ان احنا بنعمل تحليل سائل المني وبالعدد بتاعه بالتشوهات وبالحركه، وبنعمل دي دي ان اي فريجمنتيشن، وعلى اساسه بنقدر نقول والله القصه دي بالنسبه لنا محتاجه حاجه نعملها قبل ما نخش تاني، هل محتاجين ندي الزوج ده زي ما قلنا التريس اليمنتس والانتي اوكسيدنت في حاله الدي ان اي فريجمنتيشن، محتاجين ان احنا نستعمل مايكروسكوب اعلى واحنا بنختار الحالات المنويه المره الجايه عشان نحدد ايهما اكثر مقدره ان احنا نستعمله. بنستعد لما يكون عندي الحركه قد تكون معدومه بستعمل حاجه اسمها فايتال ستين عشان اقدر احدد مين الحيوان المنوي الطبيعي ومين الحيوان المنوي اللي غير قادر انه اللي هو ميت، يعني عندي حيوان منوي ما يتحركش، هل هو ده غير قادر على الحركه ولا حيوان منوي ميت اصلا، اقدر افرق بينهم ازاي بهذه الصبغه، وعلى اساسه بقدر اختار اني حيوان منوي هتعامل معاه. معانا تليفون مدام مروه. صباح الخير يا مدام مروه. طبعا نور، اهلا دكتور. اهلا بيكي. دكتور انا حامل في شهرين، وكل حمل بيبقى تلجيه، باخد تلجيه من اول يوم لغايه اليوم اللي بولد فيه، يعني درجة على طول، وجربت كتير يعني ادويه وبرشام ومش نافعه معايا، باين يعني التلجيه بيبقى مستمر زي ما هو. انت حضرتك ده البيبي رقم كام؟ نعم. البيبي رقم كام؟ التاني. التاني. حضرتك عندك مشكله اصلا في معدتك؟ لا مفيش مشكلة، يعني مفيش أصلا مشكلة في معدة حضرتك من قبل الحمل؟ مفيش إيه؟ قرحة، مفيش التهاب مزمن في معدة حضرتك من قبل الحمل؟
يعني مش سامع حضرتك كويس. يعني انت ما عندكيش مشكله مزمنه من قبل الحمل في معده حضرتك؟ لا لا ما فيش اي مشاكل خالص، بس هي بس الترجيع بس من بدايه الحمل. بترجعي كم مره في اليوم؟ بترجعي على طول مستمر. كم مره في اليوم؟ يعني ممكن مرتين او ثلاثه. وممكن ما فيش خالص؟ وممكن اه يوم يعدي، بس بتبقى بقى نفسي يعني مش قبل اي حاجه ولا ركب اكل حتى ولا اي حاجه. انت حامل الشهر كام دلوقتي؟ انا لسه الثاني. طب حول حضرتك تحت امرك. طبعا عشان نبقى واضحين مع بعض، دايما بنقول عينها يعني احنا اولا احنا شعب دايما بيحب يعني يزود الصوره، فبالتالي اذا احنا قلنا مرتين او ثلاثه يبقى احنا هي غالبا مره او مرتين اذا ما كانش فيه خالص مع الحمل. فمره او مرتين في الحمل في اول 3 اشهر مش شيء مش مريح، لكن مش شيء المرعب اللي احنا متخيلينه. لازم واضحين ان احنا مع الترجيع مع الحمل احنا بنحارب حاجه مش عارفين لها سبب، سببها ايه ما احناش عارفينه. فدايما دي اصعب حاجه في الدنيا انك تعالجي شيء ما انتش عارفه سببه. ادي اول حاجه. تاني حاجه اهم حاجه للترجيع ان احنا نقنع نفسنا ان احنا مش هنرجع. يبقى اهم حاجه الاقتناع الشخصي ان الدواء ده هينفع ونرجع. جنبه بقى اهم حاجه الوجبات الخفيفه، بلاش المسبك والمحمر والمسمر والكلام ده، حاجات النواشف الكراكس، بلاش الشوربه والصلصه والكلام ده، يبقى وجبات كتير كميات صغيره، حاجات هضمها سهل، حاجات كراكس وحاجات نواشف. مع اخذ اي ادويه الدكاتره بيوصفوها لنا ده في الاخر هيحسن الوضع بالنسبه لنا، لكن اهم حاجه تغيير الهابت او طريقه الاكل بتاعتنا اللي مشهورين بيها كمصريين بالذات في الحمل. اتكلمنا عن التحاليل اللي بنعملها كاستعداد للحقن المجهري مره ثانيه اذا حصل فشل اول مره، وايه الاستعدادات اللي بنعملها. قلنا اول حاجه ان بنعملها تحليل سائل المني حتى نتاكد ان احنا لما اخترنا الحقن المنوي اخترناه المره اللي فاتت صح، وان فعلا مفيش مشكله كانت عندي في حقن المنوي اللي اخترتها، او ان انا ممكن احسن الكواليتي بتاع الحقن المنوي بتاعي اكتر من كده، فبالتالي ازود احتماليه اختيار الحيوان المنوي الافضل في عمليه الاخصاب فينتج عنه الجنين الافضل في جنين افضل بعد عمليه التخصيب، فبالتالي ازود نسب الحمل بالنسبه لي. يبقى احنا اهم حاجه بالنسبه اول حاجه بالنسبه لنا هو تحليل سائل المني. في حاجات تانيه هنتكلم فيها المرات اللي جايه. بفكركم بكره الدكتور رفعت الجبري استشاري الاطفال وحديث الولاده هيكون في انتظار حضراتكم، هيكون سعيد باسئلتكم. شكرا لحسن المتابعه، ونتمنى نكون فدناكم الى حلقه قادمه. شكرا لكم.